مش هتشوف الثقافه والفن لانه جزء من المقاومه انه زدنا عنده نحكي كده. احنا بالنسبه لنا في الحرس الوطني كانت دائما مع ذكرى 61 لتاسيس الحرس الوطني. ذكرى 61 لان الحرس الوطني تكون في 6 سبتمبر 56 هذه الذكرى 61 لتاسيس الحرس الوطني واللي هو كان من اول الاسلاك اللي تاسست بعد الاستقلال. الاحتفال ولو انه في فتره هذه معناها ما نحبش نحكي على ما قبل الثوره وبعد الثوره نحوا لنا الاحتفال هذه كنا نحتفلوا به وولوا لسبور 7 نوفمبر معناها احنا من جمله اللي نفتخروا به من ايجابيات رجعوا لنا ولينا نحتفلوا بالذكرى هذه بتاعنا خاصه بينا احنا معناها كانت قبل ديما 6 سبتمبر نحتفلوا بها نظرا لرمزيتها معناها بالاسره بتاع الحرس الوطني بالنسبه لتونس. بالنسبه لسنا في الاحتفال هذا اللي هو تحت اشراف النادي الرياضي للحرس الوطني خاطر احنا زاد في الخدمه هذه عندنا جانب امني وعندنا جانب رياضي وعندنا جانب اجتماعي. فالنادي الرياضي من خلال الحرس الوطني بالمناسبه هذه اللي هو تحت اشرافه هو الحفله هذه عندنا اكثر من 4300 منخرط راهو مفتوح للناس الكل مدنيين وامنيين وغير امنيين عندنا وليدات في الاصناف الكل. وفي النادي الرياضي هذا قدمنا للنخبه التونسيه خاصه في الالعاب الفرديه العديد من الابطال المنتخب الوطني النادي الرياضي معروف. بالنسبه للانفراستركتور عندنا فروع للنادي الرياضي للحرس الوطني في كامل تراب الجمهوريه بخلاف المركب الرياضي اللي موجود عندنا في العوينه واللي فيه معناها مركب رياضي قائم بالذات معناها حتى جمعيات عريقه ما عندهاش هذا داخل في اطار العمل الاجتماعي والرياضي. احنا بالنسبه للحفله بتاع السنه اللي هي نهار 10 سبتمبر في كارتاج معناها باش تكون الفنان اللي موجود فيها هو وائل جسار وهذا في اطار التنوع احنا جبنا توانسه وجبنا كذا في اطار التنوع. بالنسبه للمناسبه هذه زاد احنا باش نعيطوا العائلات الشهداء نتاعنا اللي هو في الحرس الوطني قدمنا لحد تو كشهداء في الارهاب ما يقارب 50 وعشرات الجرحى عندنا 50 دراسه 50 شهيد عائلات الجرحى والشهداء هذوكم موجودين لان الناس هذه احنا في الميساج نتاعنا في الحفله هذه بخلاف المداخيل الامنيه اللي باش تمشي العائلات للعائلات وللتعاونين باش نبينوا للناس هذوما باللي راهو رغم الالام ورغم الجراح ورغم الدماء والمعركه ما زالت متواصله احنا زاد رانا عندنا مساحات باش نفرحوا معناها احنا هذه الميساج نتاعنا في الاخير معناها وهذا هو ما عندي ما نقول.